الكلمة اليوم هلا لجنرال ميشيل عون. مواطنيا الأعزاء، أصدقاء لبنان، لبنان بدكم تساعدوه كيف؟ أولا بدكم تتذكروا إنه مقتل، بدكم تتذكروا إنه أهلكم عايشين تحت كابوس الخوف، تحت كابوس الفاجر. في مخطط تخريبي للبنان بعده عم يتكمل. كيف بتساعدوا لبنان بالولايات المتحدة؟ بس وتخلوا كل أمريكاني يعرف إنه إدارته السياسية صنفت سوريا دولة إرهابية منذ عام 1978، وهالدولة الإرهابية اتكافئت بإعطاء لبنان. فهل يجوز نحن عم نحارب الإرهاب أن يعطى أن تعطى الدولة الإرهابية مكافأة على إرهابها؟ حزب الله هو امتداد لسياسة دولتين، إن إيران وسوريا في لبنان، وأعمالهم هي تحت مراقبة هالدولتين. فإذا نحن نرفض نقول إنه المسؤولية بس ترجع لمنظمة، وقت بتعالج سوريا بيروح حزب الله من لبنان، لكن إذا انضرب حزب الله بلبنان راح تضل سوريا تورطنا حزب الله تاني وتالت ورابع وخامس. من كل صداقة للشعب السوري بنتمنى له الخلاص من نظام إرهابي، لأنه هو كان الشعب أول ضحية للإرهاب. ما ننسى إنه حما هي أول نموذج للإرهاب، وقت اللي ب 24 ساعة قتل النظام السوري ما يزيد على 30 ألف مواطن لأنهم معترضين على حكمه.